شهدت محافظات مملكة البحرين يوم أمس تساقط أمطار رعدية تراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة بهبات قوية السرعة نعم هذا وتواصل أو تواصل سقوط الأمطار الرعدية حتى صباح اليوم ودعت الإدارة العامة للمرور سائقي المركبات إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء تساقط الأمطار والالتزام بالسرعة المحددة مع ترك مسافة أمان وعدم الانشغال بغير الطريق وتمنية السلام للجميع بدورها هبت قيادة قفر السواحل بمرتادي البحر اخذ الحيطه والحذر نظرا لتعرض المملكه لرياح شديده السرعه في بعض الاحيان